مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نلتقي بكم في البث المباشر فمن الغرائب والعجائب للبنيات العمرانية بالمدينة. البناية التي هي عبارة عن شاكلة تلفاز بلازما، ويقطن بها العديد من المواطنين كما كتشوفوا معنا على المباشر. وما أثار استغرابنا هو شكلها الغريب والعجيب المخالف تماما للبنيات العمرانية على مستوى المدينة. فتخيلوا بناية على شكل بلازما ومسطحة بهذا الشكل، ويقطن بها العديد من الناس كما كتشوفوا معنا على المباشر. فصدق أو لا تصدق، منزل على شاكلة بلازما ويقطن به العشرات من المواطنين كما تشوفون معنا على المباشر وسط عاصمة سوس بطبيعة الحال كما تشوفون معنا على المباشر. كما قلت، فشكل هذا المنزل هو شكل مثير للغاية نظرا لشكله بطبيعة الحال المسطح الذي هو عبارة عن تلفاز بلازما. فما أثار الاستغراب لنا هو البناية العجيبة والغريبة في نفس الوقت التي هي عبارة عن تلفاز بلازما، منزل عبارة عن شاكلة تلفاز بلازما بهذا الشكل كما تشوفوا معنا على المباشر. تابعونا الأوفياء على المباشر. انتم كما كتشوفوا يعني الشكل ديال هذا المنزل، صراحة شكل مثير للغاية وشكل عجيب وغريب كما كتشوفوا. فاللوهلة الاولى يعني الناس يعني ربما لن يصدقوا بان هذا المنزل او العديد من الاسر والعديد من المواطنين اللي كيقطنوا داخل هذا المنزل كما كتشوفوا معنا على المباشر. فهذا المنزل كما يبدو لكم غريبا، ف به مجموعة من الأسر، مجموعة من الناس اللي كيقطنوا داخله بهذا الشكل الغريب.